إلى أين ستفر؟ أين يذهب بك؟ فأين تذهب؟ تذكر أخي في الله الذنب الماضي، لحظة قف وتذكر ذنبك، انظر إليه، تأمل هذا الذنب الذي ارتكبته. إذا أوقفك الله بين يديه وقال لك يا بؤسا لك، تبا لك من عبد، أعطيتك كذا وكذا من النعم فتستعين بنعمي على محاربتي، بما ستزيد؟ ماذا ستصنع؟ بماذا سترد؟ ماذا ستقول؟ ألك عين تركعها أو لسان ينطق به؟ ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إذا تذكرت ذنبك الآن، الآن الآن في هذه اللحظة تذكرت هذا الذنب، فخشع قلبك ورق قلبك ودمعت عينك وانكسرت وذللت بين يدي الرب، فأبشر سيغفر الله لك، أبشر سيغفر الله لك، ولكن بصر أن تتوب. سأتركك الآن لحظة أخرى فتقول لله الذي يراك الآن ويسمعك وكأنك وحدك لا تختلط عليه الأصوات ولا تضيع عنده الصور، أراكم الآن ينظر إليكم، يسمعكم، مطلع على قلوبكم، يعلم سرائركم، يرى ضمائركم، مطلع على البواطن، يراك الآن، مصر أم تائب، نادم أم عازم. الآن الآن أدعك لحظة، قل يا رب تبت، يا رب ندمت، يا رب من يغفر الزلة غيرك ويأخذ بيد العاصي غيرك؟ يا رب افرض علينا رحمتك، انصر علينا رحمتك، وارفع عنا عذابك، إنا مؤمنون. بداية التوبة أن ترى ذنبك، أن تعرفه، أن تحصيه، أن تراه، أن يكون بين عينيك دائما ذنبك فيوجب لك الانكسار، ثم تخاف، تخاف أن ينزل عليك عذابه. قال الله فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حين تذكر ذنبك الآن تخشى أن يخسف بك من بيننا فتكون فضيحة في الدنيا والآخرة. يا رب تقبل توبتنا. نعم، فإذا بلغ بك الخوف مداه فهيا أقبل على باب الرجاء، أقبل على باب الرجاء، وباب الرجاء واسع، ولكن لا ينبغي ان يغلب علينا الرجاء حال حياتنا، بل الخوف الخوف من تعجيل العقوبة. اخواني انتبهوا، والله انه لقول فاضل، وما هو بالهز،
ايها المتيقظون وهم نائمون، اتبلون ما لا تذكرون وتجمعون ما لا تأكلون؟ قولوا كيف شئتم، فعن الدنيا ستنقلون وفي القبر ستقلبون، ثم انكم بعد ذلك لميتون. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. يا مقيمين سترحلون، يا مستقرين لن تتركوا، ما تتركون، يا غافلين عن الرحيل رغم انوفكم ستطعنون، اراكم متوطنين امنين ساكنين تأمنون المنون، والله انكم بعد ذلك لميتون. طول نهاركم تلعبون وطول ليلكم ترقدون، حتى الفرائض ما تؤدون، رضيتم عن الغالي بالدون، لا تفعلوا ما تفعلون فانكم بعد ذلك لميتون. اما الاموال فتجمعون، والحق لله فيها ما تخرجون، واما الصلاه فتضيعون، واذا صليتم تنقرون. اترى هذا الى كم يكون، الى كم يكون؟ ثم انكم بعد ذلك لميتون، ايها العتاة المتجبرون، ايها الفراعنة المتسلطون، اين اهل الخيلاء المتكبرون؟ ايها العتاة المتجبرون، ايها الفراعنة المتسلطون، اين العتاة المتكبرون؟ اين اهل الخيلاء المتجبرون؟ قدروا انكم صرتم كهم، قدروا انكم صرتم كهم، اما تسمعون؟ ثم انكم بعد ذلك لميتون. ما نفعتهم الحصون ولا رد عنهم مالهم المصون، هبت زعازع الموت فكسرت الغصون، قدروا انكم تزيدون عليهم ولا تنقصون، اما انكم بعد ذلك لميتون، اما انكم بعد ذلك لميتون؟ تقلبوا الذين ذهبوا وهلكوا وغاروا والان تحت التراب، اللهم عامل الظالمين بما يستحقون. نعم، هم الان تحت التراب، تقلبوا قبل ان يموتوا من اللذات في فنون، واخرجهم البصر الى جنون، فاتاهم الموت وهم عنه غافلون. كم تركوا من جنات وعيون، انتبهوا فانكم بعدهم ميتون. لو حصل لكم كل ما تحبون، ونما جميع ما تؤتون، ونلتم من الاماني ما تستهون، اينفعكم كل ذلك حين ترحلون؟ ثم انكم بعد ذلك لميتون. الى متى وحتى متى تنصحون؟ الى متى، الى متى وحتى متى تنصحون وانتم تكسبون الخطايا وتجترحون؟ امنتم وانتم تسرحون؟ ذئب هلاك فلا تبرحون. ثم انكم بعد ذلك لميتون. لا تفرحوا بما تفرحون، فانه لغيركم حين في القبور تطرحون. اياكم، اياكم ممن يراكم، اياكم ممن يراكم. يا عباد الله توبوا، يا عباد الله قوموا، الا تنتبهون؟